السلام عليكم الاصدقاء ديالي اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. اصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا اليوم التحركات ديال يوسف النصيري اليوم اللي قدم مباراه اقل ما يقال عنها، مباراه عالميه وسجل ثنائيه امام فريق مانشستر يونايتد، وكتستمر العقده ديال داخليه مع يوسف النصيري. الماتش اللي فات سجل عليه هدف، كاس العالم سجل عليه هدف، ودابا هو ولا سجل عليه ثنائيه. اصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا التحركات وانتم حكموا واعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. كنتمنى كل واحد فيكم شاف الفيديو يبارك لنا على ذاك اللايك باش الفيديو هذا يتبارطاجا يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اصدقاء ديالي، خوتي المغاربه، ما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا الفيديو ونتلاقاو في النهايه ديالو. الاعزاء، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تبركوا على داك اللايك وتبارطاجيو الفيديو باش يوصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشاركينش في القناه، ما كرهتكمش خوتي المغاربه تشتركوا في القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم خوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم.